اهلا وسهلا بكم في قناتي. فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن افضل عجله ترينكس في عام 2023. النهارده في الفيديو بتاعنا هنوضح كل تفصيله في العجله اللي قدام حضراتكم دي. العجله دي ترينكس ام 136 برو. هنتكلم عن امكانيات العجله دي وهل العجله دي مناسبه وايه سعر العجله دي. العجله اللي قدامكم دي ترينكس ام 136 برو مقاس 29، واحده من احلى واجمل العجل اللي ممكن تركبها في عام 2023. تعالوا مع بعض نتعرف على مواصفات العجله دي وان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبك. بس قبل ما نتكلم عن الفيديو فما تنساش لايك الجميل واشتراك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا كده سريعا نشوف العجله ونتكلم عليها. اول حاجه هتلاقيها معانا في العجله ونبدا بيها من فوق وهو الجدون. الجدون اللي قدام حضراتكم دوا من الحديد بالكامل. الجدون ده هحاول اوصل لكم كده اوضح. الجدون اللي قدامكم ده شكل الجدون بيبقى عليه رسم ترينكس، والجدون بصراحة عاملين الشكل بتاعه مميز بحيث ان هو يتناسب مع الاطوال، ودي حاجة مميزة. الجدون ده قوي جدا يستحمل معاك الصدمات، وده اول حاجة معانا في العجلة. انزل تحت بقى هتلاقي موجود معانا الاكسدام بتاع العجلة او بنسميها المساعدين. المساعدين اللي قدام حضرتك ده او المساعد اللي قدام حضرتك ده مساعد لوك زي ما انت شايف كده، مساعد لوك بيستحمل الصدمات لانه بيبقى نظام لوك كده تقدر يستحمل اي صدمات. والمميز ان هو قوي جدا والمساعد ده برضو من الحديد. ده شكل المساعد. نيجي بقى لأجمل وأحلى حاجة في العجلة واللي بتظهر شكل العجلة، الكادر بتاع العجلة. الكادر اللي انت شايفه بالكامل من الألمونيوم، شايفين عليه شعار رسم ترينكس شكلها جميل، وده شكل الكادر بتاعنا. الكادر بالكامل من الألمونيوم. المميز في الكادر ده ان الأسلاك تقدر تدخلها من جوه الكادر، ودي حاجة جميلة بصراحة مميزة في العجلة. زي ما انت شايف جميع الأسلاك بتاعت الفرامل والسرعات كلها جوه العجلة، حاجة بتخلي العجلة بصراحة جميلة انها بتظهر الشعار بتاعت رينكس ومخليه شكل الكادر جميل جدا. الكادر ده كله من الألمونيوم. وليه الألمونيوم؟ علشان يستحمل معاك وفي نفس الوقت يخلي العجلة خفيفة جدا. ننزل تحت البدال بتاع العجلة زي ما انت شايف كده. البدال اللي قدام حضرتك ده من الألمونيوم، عليه رسمة فسفورية علشان تدي عاكس كده وانت ماشي بالعجلة، شكله جميل جدا. لو انت خدت بالك عاملين عليه الرسمة بتاع الترينكس اهي، مش عارف واضحة عندكم في الصورة ولا لا. دي البدال بتاعنا. ننزل تحت كده حمالة. حمالة جميلة تستحمل، تقدر تحمل عليها العجلة تمام كده. ولو انت خدت بالك برضو لو رجعنا تاني للكادر عليه رسمة ام 136 برو. العجلة دي زي ما انا قلت لك مقاس 29. لو طلعنا فوق على الكرسي، العمود بتاع الكرسي من الالومنيوم، ودي حاجة جميلة جدا بصراحة ان يكون العمود من الالومنيوم علشان يستحمل الحمل بتاع الحمل على العجلة. اما بقى لو جينا نتكلم على السرعات، فعندي 7 سرعات خلفي زي ما انت شايف. ادي شكل السرعات اهو، 7 سرعات. خدت بالك 1 2 3 4 5 6 لحد 7. والسرعات دي شيمانو، وشركة شيمانو غنية عن التعريف اهي، اعتقد ان انا كده وضحتها لكم. شركة شيمانو معروفة. تعالوا بقى نبص على التروس. ادي التروس 7 سرعات او 7 تروس زي ما انتم شايفين. التروس دي فايدتها التروس دي فايدتها واني انا ببدل بيها السرعات عشان تسرع العجلة معايا. زي ما انتم شايفين التروس دي كلها من شركة شيمانو، ادي الرسمة بتاعتها، الشكل التروس. ودي طبعا كلها ألمونيوم بالكامل. اما جينا لو اتكلمنا بقى على التروس الأمامية أو السرعات الأمامية، وهي 3 سرعات أمامية زي ما انت شايف، شكل 3 سرعات أمامية برضو من شركة شيمان. لو جينا بقى شفنا التروس الأمامية أهي، دي شكل التروس الأمامية، حاول أوضحها لكم. زي ما انت شايفين 3 تروس أمامية برضو بتبدل فيهم في السرعات مع السرعات الخلفية. أتمنى أكون واضحة يعني عندك في الفيديو. ده بالنسبة للتروس، وكلها طبعا من شركة شيمانو، شركة غنية عن التعريف.
التورني اهي. وكمان المميز ان هم رسمين كل تفصيل. اما لو جينا بقى اتكلمنا عن الكاوتش، فالكاوتش مقاس 29 من شركة سي اس تي اهو، سي اس تي كاوتش جميل، يعني يعتبر قريب من كندا، فاكرين كاوتشات كندا؟ تمام. كاوتش بصراحة عليه رسمة جميل جدا، وفي نفس الوقت بيستحمل قوي جدا، يستحمل اي حاجة معاك، فده المميز بصراحة في الايه، في الكاوتش بتاعه. الكاوتش ده طبعا مقاس 29. طيب في كرسي طبعا بيجي مع العجلة، بس انا هنا شلت الكرسي اللي هو بتاع ترينكس وحطيت مكانه كرسي زي ما انت شايف. الكرسي اللي قدام حضرتك ده كرسي كبير جدا وعريض عشان يستحمل الاحجام، في نفس الوقت من الجل زي ما انت شايف، في عاكس من ورا. المميز في العاكس ده ان هو بيدي اشارة وانت ماشي بالليل، فدي حاجة جميلة جدا بصراحة. اما جينا لو اتكلمنا عن الفرامل، فالفرامل اللي قدام حضراتكم دي فرامل تيل، وانا بصراحة بفضلها. في نوع من العجلة M136 برو اتش بيكون الفرامل بتاعتها هيدروليك يعني زيت، اما الفرامل اللي قدام حضراتكم دي تيل، M136 برو الفرامل بتاعتها بتكون تيل بالكامل، ودي بصراحة حاجة مميزة جدا. اما لو جينا اتكلمنا عن السرر اللي قدامكم، شكلها واضح اهي، السرر دي من الالومنيوم بالكامل تمام كده، ماسكة الاسلاك سواء كان سرر امامية او سرر خلفية. المميز بقى اللي هم عاملينه ان هم مدينك الاشارات دي عشان تركبها، واحدة امامي واحدة خلفي واحدة من فوق واحدة عاكس من ورا، كل دي بصراحة حاجات مميزة هم عاملينها في العجلة. فانا كده يعتبر اتكلمت عن كل تفاصيل العجلة M136 برو، واحدة من احلى واجمل العجل الموجودة في السوق المصري اهو، شكلها اهو، حاول انزل لكم عليها عشان تتفرجوا على تفاصيلها بالكامل. طبعا انا هنا في العجلة عامل كماليات او حاطط كماليات بتنفعني وانا ماشي بالعجلة المسافات زي الزمزمية تمام كده. عداد السرعة اللي قدام حضراتكم ده برضو كشاف الامامي، وطبعا الكرسي زي ما انا قلت لكم، المميز في الكرسي ده ان هو من الجل، ودي حاجة حلوة بتخليك قاعد مرتاح وعريض، فدي ميزة حلوة في الكرسي. يقدر حضرتك تغير الكرسي، وانصحك بالكرسي ده، سعره في السوق المصري يعني الكرسي ده بيتراوح 200 جنيه الى 150 حسب المكان اللي انت هتجيب منه تمام. وفي عاكس خلفي، يعتبر كده انا اتكلمت لك على كل تفاصيل العجلة دي، عجلة ترينكس M136 برو، واحدة من احلى واجمل العجل الموجودة في السوق المصري زي ما انتم شايفين اهو، انا بحاول اجيب لكم كل تفاصيلها. سعر العجلة دي قبل ما انهي الفيديو في السوق المصري حاليا حوالي، او من وقت عمل فيديو، حوالي 7500 جنيه مصري. اشتري العجلة دي ولا لا؟ انصحك لو انت معاك المبلغ ده انك تشتري العجلة دي وبشدة، لان هي فعلا عجلة قوية بتستحمل الصدمات، بتستحمل كل حاجة، عجلة واحدة من احلى واجمل العجل اللي موجودة في السوق المصري، فعلا بتدي لك كفاءة وسرعة واداء. لو انت راجل عايز تروح كليتك، لو انت طالب عايز تروح ثانوية او اعدادية عايز تركب عجلة، فانصحك بالعجلة دي، او لو انت رياضي فانصحك بالعجلة دي. في النهاية اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو فما تنساش لايكك الجميل واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان اوصل لك كل جديد.